혹시? 자. 미미시지. 에이. 왜 이렇게 슬퍼? 에이, 가족 좋아해요? 오늘이. 엔지 탑스 사라드, 타바리코? 네. 하바리코? 네. 마미 브로쉐타 케이크야? 네. 베니나? 네. 아티니 엔 알코스크스 좀 쎄. 축하나 사라드. Un petit peu de couscous, mon amour. Allez, tu le manges ça, non? Tu le manges bien ça. Mais bon. Voilà, qui a fait ça? Ah, mais là, oui. نهاركم اسعد الايام مش نحويكم ان شاء الله تكونوا الناس الكل بالف صحه وخير وعافيه كما تشوفوا دونك خديت شويه قضيه بيت الحال فند لاسمان دونك خديت الحاجات اللي حاجتي بهم خديت ازيد شويه على خاطر الحقيقه باقل خروج كما تعرفوا الظروف نتاع توا يعني الحالات ما شاء الله معناها في زيادة وربي يحمينا الناس الكل دونك بأقل خرجة أو كإنسان يخرج كان الحاجات اللي هو حاجته بهم دونك أنا هوني فما البطاطا تو نوريكم يعني شوية شوية خاطر توا مازلت كيف وصلت دونك حطيتهم البرا في القبل الحقيقة كنت نحط في على الوجق وكل لكن توا وليت ما عادش نحط على الوجق حتى شيء دونك نخلي البرا باش نمشي زادة هوني دونك نعقم الكوفر نتاع الكهرباء اللي حطيت فيه البواني وكل دونك هذيك حاجة لازمة بعد باش نمشي نبدل دبشي دونك دبشي الكل اللي كنت فيه معناها باش نبدلو نحيه الكل نحطو في الماشين دايوغ تسمعو في الماشين قاعدة تخدم خاطر الصباح خليت ديجا المعون وخليت دونك خليت الماكينة تدور فيسع فيسع قلت نمشي نقضي ونرجع دونك ربي يحمينا الناس الكل ربي يبقى لينا ستر المساند الرسمي كما تشوفوا ها هو الجافيل دونك باش نوريكم طريقه سهله برشا باش نعقموا بها الخضره اون جينيرال والغله نتاعنا من بعد باش نشوف مش حاضر نخديت لوبيا الحقيقه خاطر نعمل لوبيا خضره صغار يحبوها عملت ديبروشيت البارح خليتهم معناها كما نقولوا احنا فوحتهم الكل وعملتهم وقلت خليهم يقعدوا هذوك خاطر لازمهم يقعدوا هكا شويه معناها في يعني في الفحات نتاعهم حصلكم نتوما معايا دونك فوالا جوست نمشي نحي دبشي ونبداو ان شاء الله مع بعضنا دونك الخضره كيما قلت لكم كنت قبل نحط على الداخل ماذا بكم نتوما زاد دوما تخلطوا تخليوا كل شيء لبرا تدخلوا حتى شيء للدار ما نعرفوش معناها الكل ان شاء الله ربي يحمينا يا ربي نكتب انا لباسي هذوما دونك هذي باش نخليها للي ساشيت هذوما اللي باش نفرغهم كل ساشيت الكل نحطوها هوني تقولكم علاش ديما الساشيات نفرغو ونحطو غادي دونك هيك نتاع جمعتين باهين دونك نحاول نتصرف لو ماكسيموم باش كيما قلت لكم ما نبداوش برشا خروج ودخول وخروج ودخول دونك كوميم في الظروف هذه يا ربي يحمينا الناس الكل ويحمي وليداتنا وعائلاتنا وربي يبقى لينا الستر كيما تشوفوا هذوما الحاجات المهمه اللي انا ديما ناخذها الخضره معناها كل مازالت هي بشوي بشوي الحقيقه الخضره مازالت معناها لفت وكل الحاجات الاخرى مازال دونك خذيت هوني البسباس قلت نعمل شي كسكس بالبسباس نحب هذاك نموت عليه هما شويه كاغوت هذه الدقله اللي ناخذها هكا مازالت الحقيقه كي بديت الاخرى غاليه شويه العرجون اما ناخذ الاكثريه هكا تبدا هكا صفره تعجبني او كنعمل بها نحشيها معناها كعبيت هكا الصباح والا حتى
للصغيرات ما نعملها شاميه ولا زبده ولا نعملها الاكثر يا باللوز زاده هكا دقله محشيه هكا يشتهيوها هما ويحبوها دونك ناخذ ديما كميه صغيره دونك هذه احنا نسميوها كنتيشه ما نعرفش انتم شنو تسميوها هذه قلت لكم باش نعمل سكر باش نعمل التمر دونك هذه هي باش نعمل معناها السكر بتاع التمر دونك خذيت لقيتها 1100 جو كوا وتحفونا راه نوريكم شو قداش محلاه قلت انا بطبيعتي ما دام لقيتها باش نعمل هكا سكر تمر ان شاء الله نشارك معاكم الغوسيت هذه التفاح التفاح يظهر لي 2000 دونك وهذه حاجه تشيخوا عليها انتوما زيد هذه زعرور يا سلام والله هيك غالي زيد مش رخيص الكيلو ب 5000 قلت له لي اعطيني هيك قدر حفنه صغيره جوست نحب نوريها لولاد بناتي معناها والكل ونبعثها هيك لاخواتي البنات في التصاور ونقول لهم باش نتذكركم وانتم باش نتذكركم فوالا اكيد بالصغر الكل هذيك شويه بصل وكل هذيا فلفل دونك الطماطم 600 الفلفل 17% حاجة هكا ولا 15% دونك حسب هكا دونك هذه هي هكا حبيت انا هكا دوب ما وصلت وكل حبيت نشارككم كل شيء فوالا دونك كيما قلت لكم مهم برشا نخليوهم لبرا هذه الساشي اللي احنا هذه الجبيل انت بعد شوي نستحق لك هذه اللوبيا فوالا هاني باش نعملها توا فطورهم هذه فوالا الكرومب فوالا الكرومب ديما نخلط بيناتهم الشو مشو فلور شو دونك هذه هي الباسين حطيت فيها انا ساشيت اللي فرغت فيهم الكل دونك هذه ديما وريتها لكم دقيقه قبل دونك فيها الخل وفيها كل شيء هذا وتنجموا تحطوا جبيلك هاو دونك هذه كل هكا مهم برشا هذه ساشيت قبل ما نطيشوهم في البوباله وتوا نمشي نحضر الباسين تاعي في الكوجينه ونبداو باش نبداو هنا بالتفاح دونك حطيت الماء في الباسون نغسلوه هكا من كل شيء من الاول نعاود نعبيو الماء كما قلت لكم المره الاولى نغسلوه نفرغوا الماء هذاك المره الثانيه دونك هوني حطيت التفاح دونك باش ناخذ هوني الخل قدر زوج مغارف نفس الطريقه نعملوا بها التفاح نعملوا بها الغله الكل الغله والخضر وهوني باش ناخذ هوني شويه ملح فوالا اما شكون ما تنجموا تحطوا الماء معناها الملح سامحوني الملح كهاو ولا الخل كهاو اي خير الزوز خاطر الزوز تحفونين خير من الجافيل الجافيل بون على يدينا والكل هو صحيح معقم معناها به وكل ما حتى الملح والخل باهيين الحقيقة يزينا من الجافيل الواحد بالحق عينيه سيء دونك هوني خليهم حقيت خمسة دقايق حاجة هكا هوني بحذايا هوني هكا تخشون باش نبدا نمسح ومن بعد ناخو بطبيعة الحال هوني هذوما السوائل هذيا والا ناخذ سلاديه نتاعي اللي باش نحط فيها شنو عندنا معناها باش نحطوا التفاح نتاعنا توا مزلنا ما كملناش توا حطيت اللوبيا يلزمنا بزيد دي كوربي يلزمنا ما شاء الله الكوربيت يلزم توا اللوبيا زادا كيف كيف هذيا باش نعملها باش نعمل شويه وشويه باش نحطها في الكونجيلاتور خاطر مش ديما نلقاها الصغار يحبوها دونك هكا هذيا زادا كيف كيف شويه خل هذيا الكمشيشه سالي كل ما نكمل حاجه ما نقرا تعرفوا كل كلي باسين بعد باش يتغسلوا كلهم نكمل جوست السمريه
دي تبيعتها باش تطيب جوست تو عملت شويه خل، اما تبيعتها احنا باش نطيبوها تو ديريكتومون. انا خديت انا الكاسرول باش نعبيها بالماء ونظفها هذي ونحطها فيها برشا خدمه. وانا قلت مادام هما يحبش يعملوا شهوتهم حتى انا باش نعمل شهوتي، نقول ان شاء الله كنت بالبسبيس الهر حتى شويه للروح. لا اكل معايا يا ربي. الحمد لله يا ربي. يلا نكمل الكسفنيريا. الماكينه هاي تدور هذولي كملت سيئة في الدقائق الاخرى. لازم نكون مع بعض ورا الراحه. لا بي قصيت انا البسباس كما قلت لكم كل واحد يعمل شهوته. وسورتو معناها البسباس ما يصبرش. اون بلوس نهار الخضره انا ديما نقول نهار اللي تبدا فما خضره هكا وتركيح وكل فريمون نقول نهار هذاك اتعب نهار نصوروا الناس الكل كيف كيف. دونك توا انا باش نحط نعدي وحده نتاعي بالماء البسيط وباش نحط الخل والدبوزه وطيناها هكا هاو. السلام عليكم. الحمد لله جاي خل على الاقل هذاك هانو هاكا السوم نتاعو صافا معناها الخل. اما كان جات حاجه اخرى مش عارف انا كيفاش باش الواحد باش يعمل باش يعقم الدنيا هذي الكل. عمي الخل دونك هذيا نخليه هكا بالباهي معناها نخليه سورتو. انا الحقيقه نخير الخل على الجراء هكا ولو انه قبل معناها امي ديما تقول لي الجبال خير تحط نكته معناها مش هكا حطيت خل بعد بزيد تواسويس الواحد باقل تواسويس. الحمد لله. توا كي هاو باش نمشي نخرج هكا البرشا هذوكا يستنى فيا الماكينه سكتت قالت لي راني سكت سيء عندي ساعه وينك. يا ربي عاد انت طبي توا من بعد انت نغسلوك. لا حول الله يا ربي. او جيتك اخذتي الماكينه. هاي بسم الله هاي تخرجوا هذه ونحطوا واحد اخر. ولا حول الله يا ربي. كهو ديما الويكاند هذاك هو الراحه. لا اليوم تاعنا قاعده تطيب نقرب لكم شويه. كملت خرجت الماكينه وما زلت الماكينه الاخرى جست قلت فيصه فيصه نعمل خبزه الذره. عملتها انا الحقيقه قبل على الشين هذا يا اللوبيا عملتها تقريبا على الشين. المره دي قلت لها باش نزيدها شويه تمر ونزيدها شويه كما نقولوا احنا فاكهه دونك بنينه برشا ومعناها وانا فحه باهية زيدة. لكن قبل باش نوريكم حاجتين دونك انا خديتوني الكانون تاعي باش نحط شويه بخور ساعه بعد ما كملنا كالقليه وكل واحد يزم انا نموت عليها ريحه البخور كذلك. دونك هذا بخور امي محليه الريحه هي اللي تحضر وما شاء الله تاخذ كل العطر نتاعو ما عرفش كيفاش تخلطو ما شاء الله. نحطو شويه البخور دو كوتي هوني بعد ما كملت الفريجيدير والكل هذه ديما بيكربونات اليمونتير وناخذ هوني هكا معناها صحينه صغيره الحاجه اللي ما تبش ما تاخوش برشا بلاصه في الـ في الـ في الفريجو معناها فوالا خديت هذه صغيره دونك نفرغ هكا باش تنحي توسكي معناها ريحه توسكي حاجه هكا فوالا نحط كيلو هذيك معناها مره في الجمعه كل جمعه نحي اللي حطيته قبل ونعاود نحط هذا فوالا. يلا نرجع لكم باش نحضروا الكيكه جوست خبزه الذرة نتاعنا. دونك عندنا هوني اربع كعبات عظم خديت هوني اربع كعبات عظم قلت لكم عملتها قبل عاديه نخليكم زاده الربط نتاعها باش كنتوما حبيتوا تعملوا هذيك ولا هذي كيف ما تحبوا. انتوما تخيروا معناها عاديه خير من الفاكهه والتمر والكل وسينو كان تحبوا اليوم حبيت نعملها بالتمر هيك شتيتها بالتمر. خديت كار اربع كعبات عظم عندي هوني السكر هذيك السكر الاسمر تنجموا تنقصوا السكر كما تحبوا كان تستعملوا السكر الابيض والا السكر هذايا تجمو تستعملوا اقل شويه خاطر عندنا الفاكهه وعندنا تمر تمر حلو. انا خديت وني قرابه وني 50 غرام فوالا. دونك عندي وني سكر فاني قلت هكا هكا ديما في نعملوا لهم هكا كيكه للغوتي اللي هو دونك الصغيرات هكا يشيخوا عليها انا سورتو بالفاكهه والكل. عندي وني شويه ماء زهر خديت قدر هكا مغرفتين كبار نتاع اكل نخلط الكل بنفس الكاس هذاك هو اللي باش نقصوا بيه معناها بقيه المكونات اللي هو تقريبا 100 غرام 100 معناها 100 غرام يهز. عندي هوني الحليب
ناخذ كاس حليب، حليب عادي اللي مستنسين تستعملوه. عندي هون الزيت، باش ناخذ هكا زيت نباتي، ناخذ كاس. نجمو تحطوا زبده وزيت، نجمو تحطوا زبده كهاو، اما بالزيت ابل مره هكا انا حسب الوصفه اللي ديما نعملها. دونك عندي هوني هذايا الدرا، دونك 200 سامحوني اي 200 غرام، على خاطر هو بالكيس خذيت زوز كيسين درا وزوز كيسين فارينة. دونك بطبيعه الحال هوني لازمنا نغربلوهم. ناخذوا الدرا تاعنا، درا ما هذه ربي يفضلها ديما هكا تعطيني ديما تخدم تعملوا في الدار معناها، والكل تجيري وتاخذوا كعب معناها وتريقلوا الكل وترحيه وتعطيني. انا نحبوا الحقيقه الدرع سواء في فطور الصباح والا في هكا في الكيكه هذه ابنين تعملوا في الدار لغالب. دونك حبيت نصور برشا فيديوهات معاها كيما نتوما طلبتوا، لكن لغالب بحكم الظروف الكل انا بيجي عندي قداش ما ريتش معناها لاخويتي لامي لا حد شيء. ربي يفضلهم لي وان شاء الله ديما يكونوا ديجا بصحه وبسلامه، هذيك هي الفايده حتى كان ما نراوش بعضنا، المهم يكونوا هما لاباس انا نبدا مرتاحه والحمد لله لاباس. انتم زيد ربي يفضلكم ما عندكم. دونك خلطوا، ناخذوا الفرينه نتاعنا كيف كيف زوز كيسين فرينه، نغربلو كيف كيف نفس الطريقه. نضيفوا هوني كيس خميره تاع الحلويات، شفتوا ضفنا شويه حليب وخلطنا، لازم راهو هذيك كالتحويصه وقت الحكايه هذيك لازم. دونك هوني عندي شويه تمر خذيتهم وقصيتهم، التمر اللي وريتهولكم اللي شريته هذاك، دونك ياسر طحفون كيما تشوفوا هوني، انا راني مسحته بالماء ورد ما غسلتوش الحقيقه التمر على خاطر نعرف كي باش نغسلو باش يعظم لي، او كان نمسحو الكل بالماء ورد. خذيت هوني قدر مغرفه كبيره فرينه، عندي هوني شويه زبيب، شويه لوز، زبيب خذيت زوز انواع، زبيب الاكحل والاخر، دونك هذوما باش نخلطهم شويه فرينه، مانيش باش نحط جلجلان، تنجمو تحطو نتوما جلجلان زايده، انا نعرف كانوا صغار الجلجلان كيبدا في الكاتو ما يحبوش برشا. دونك خلطوا هكا الكل، تاخذوا لوز تاخذوا نوازيت تاخذوا اللي تحبوا نتوما، راهو هوني مش بالضروري تنجموا تعملوا تمر كهاو، تنجموا تعملوا حتى شيء زاد كيف ما تحبوا. انا يعني خاطر كي جبت التمر قلت يلا نعمل شويه بالتمر، انا يعني نحبوا هكا بالتمر. دونك خلطوا هكا وحده وبعد نخلطوا الكل ونحطوا في المول نتاعنا. كانت تحسوا عاقده شويه لازم تضيفوا شويه حليب كما انا عملت، مش مشكله. المول نتاعي نحطها مدوره معناها، بسم الله. دونك نحط الكل وندخلو في الفور. سمكة تون وبالفرنسي وبالانجلي فيش لحمي بالانجلي لحمي بالانجلي باش نكون بريسه شويه. بابا يتلهي بك انت وهكا ولا 68 plus 7 faut calculer ça.
لحمة لحمة بابا جاي لابلي يا زلام شويه بصل. وهذا هو البيس بيس تاعنا دونك غسلته وخليته معناها يتسقطر بالباهي كما شفتوا. دونك شريت الكسكاس انا راه سبقكم وعملته معاكم معناها هذه مع ماما ديجا. دونك توا هكا فيسا فيسا هوني باش نحط شويه نتاع البصل. البصل هكا نحط شويه هوني وشويه باش نحطهم معناها في الصاص باش نحضروها مع بعضنا. دونك هوني نحط البسباس من بعد نمشي نحضر الكسكسي نتاعي. اكيد كل واحد الكسكسي اللي يستعمله وكل واحد بطبيعه الحال معناها الطريقه اللي حضر بها. اما هذيك هي نتصور ديما الصاص ونفوروا معناها البسباس والكسكسي نتصور معناها. كان انتم عندكم طريقه اخرى قولوا لي هاكا نتعلموا من بعضنا. دونك شو نحط هذا يتفور الكسكس ناخذ الكاسرول نتاعي ديجا الحمد لله دخلتك الدبش اللي غسلته قلت لكم عليه. دونك والله اليوم ثلاثه ماكينات بالعمل. دونك دخلتهم ثلاثه دخلت معناها قعدت لي جوست شويه هكا حطيتهم جوست على كاني فما معناها شتاء ما فماش دونك هكا طقس ما فما شيء. اما المهم شيحوا معناها الدبش فيسع فيسع ودخلته طن بعد نطبقوا. دونك حطيت هوني البصل نحط هوني شويه زيت ونجيب بطبيعه الحال الفرحات نتاعي اللي هي وباش نعمل محرحر شويه هكا مغرفه قدر مغرفه كبيره طماطم طماطم معجونه هذيك. نعطيكم فيسع فيسع ونخليكم الرابط نتاع الكسكسي الاخر اللي عملته هو نفسه المحاله اللي عملته انا ماما هكا. ساعات كي هوني شويه زعتر وكليل الكل كما قلت لكم كل واحد وطريقته. هوني شويه ملح اللي يحبوا محرحره وكي يزود بزيت الهريسه. هوني شويه كركم ويزود زاد الفلفل كان عندكم فلفل فلفل معناها زينه كما روحنا حار هكا. هوني باش نزيد شويه ساعات يقول لي بعد ياكلوا معايا انا راجلي ياكل معايا الحقيقه يعني. ما كيبدا مش حار برشا. هوني عندنا الهريسه العربي اش قلت لكم باش نعملها محرحره. اللي يحب ياكل مرحبا ما يحبش مش لازم. هوني شويه تبلو كرويه نزيد شويه هروس. بسم الله يا ربي نورمالمو حطينا الكل باش نخلطو. نزيد شويه زيت نخليه هوني لا ما نحطوش الحم. دونك نخلطوا انت عاد الحم عاد جوك ما تاكلش. دونك ديسير حبيت نعمل الحقيقه مهلبيه انا عملتها قبل قالوا مش عملوها بالتمر. دونك طحفونا برشا بنينا. دونك فيسع فيسع انا مش نرحي ونطيب كما قلت لكم شاركتها معاكم قبل زيد من الوصفات اللي بنينا برشا لكن الحقيقه ما خذيتش حظها معناها على الشين نتاعي لانه عملتها معناها في الفيديوهات القديمه كله قناتي اكيد مش معروفه. دونك ما تشفتش برشا من احسن الوصفات وصحيه على الاخر من غير سكر بنين 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 على الاخر شفتوا وقت التمر. ما اني انا اليوم يعني نهار نهار قلت يلا نكمل نعملها نحبها برشا المهلبيه شفتوا كي نشري التمر يبدا هكا التمر يبدا هكا جديد الكل. دونك خذيت هوني هذوما كيما شفتوا خذيتهم مالفيت وريتهم لكم. دونك هذوما لي بالخطا نتاعهم دونك خذيتهم انا مالفيت هكا قلت لكم خذيت 6 3 3 وهذوما زيد ديبو صغار انا خذيتهم دونك باش نحط فيهم يمكن معناها برشا مش عارفه. دونك عندي الكاس هذا اللي فيه 180 مليلتر دونك باش نحط هكا التمر نتاعي في الكاس. دونك بالنسبه للكاس كل كاس تمر عليه كاس حليب ومغرفه نشا دونك هكا سهله على الاخر الحكايه. دونك كل كاس تمر عليه كاس حليب ومغرفه نشا وخليكم زدرفت نتاع الغوصات الاخرى. كان التمر يبدا يبس نتاعكم وكل تنجموا تحطوا الحليب سخون انا التمر طريد معناها باهي. بالنسبه لهوني انا باش نحط هذا واحده
كما ان هذا هو الفطور نتاعنا، هذوما لا غيكم باش الكل الحقيقه خليت شويه هوني معناها والكل هذوما لي بروشيت سهلين راهو جست خليوهم ماريني. هذايا السلاط وهذا يا كسكسي، انا باش نمشي نخص شويه في الكسكسي. ماما الصوص تاع الصلاه، نجيب لك الصوص، استنى بابا يحط لكم ساعه. يلا شهية طيبة ليكم الناس الكل، احنا هاكا باش نفطروا، نجيب لك شكرا لكم الناس الكل. تعطيني رايكم؟ نعم. ميرسي ونهاركم اسعد ايام. باي باي بسلامة. باي باي. يلا شكون يحب صوص؟ انت ما؟ نحط لك شوية. ونالي. انت تحبش سلادة؟ تحب غيكو؟ باهي. نحب غيكو؟ لا. مامي بروشيتا كيكة؟ اي. بنينة؟ اي. اعطيني انا الكسكسي جو مسيح. تكون سلادة؟ هاو صحيح. هاو الرسم. أنا جيب كوسكوس من المخ. ليه عليه تو المانج سا نو تو المانج بيان سا مي بون. هو الحقيقة جاي حر أما بني هذايا جو. كل يوم ملاوي. كل يوم. سلطة مشوية. أي مزيد سلطة مشوية وشوية طاجين نمشي نمدلكم أي من باب تاع البيت. إي فيسا فيسا. فيسا فيسا. أي جبتك. تحبش شوية كسكسي هكاك محرحة.